مشاهدينا اهلا بكم الى هذا الموجز الرياضي الذي نبدا بكره القدم، حيث اعلن فريق المغرب الفاسي المتعثر في البطوله الوطنيه الاحترافيه عن تعاقده رسميا مع المدرب رشيد الطوسي بعد ساعات من انهاء ارتباطه بالمدرب الفرنسي فرانك دوما بسبب سوء النتائج وتراجع الفريق نحو قاع ترتيب جدول المسابقه. وقال رضا الزعيم المتحدث الرسمي باسم النادي انه تم اليوم توقيع عقد بين فريق المغرب الفاسي والمدرب رشيد الطوسي بعد نجاح المفاوضات التي قادها رشيد الوالي العالمي رئيس الفريق في عقد يمتد لسنة ونصف. تبقى أهم شروطه إنقاذ نادي العاصمة العلمية من النزول للقسم الثاني. وسبق للطوسي أن أشرف على فترة ناجحة في تاريخ المغرب الفاسي قبل عامين عندما قاد الفريق للفوز بكأس العرش وكأس الاتحاد الإفريقي وكأس السوبر الإفريقية. قال نادي برشلونة الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني يوم الثلاثاء إن محكمة التحكيم الرياضية رفضت طعنه ضد العقوبة التي وقع عليه الاتحاد الدولي فيفا بعدم الدخول لسوق الانتقالات بسبب انتهاكه قواعد انتقالة اللاعبين الأجانب تحت 18 عاما. وأعلن الفيفا في أبريل الماضي أنه حظر على برشلونة الدخول لسوق الانتقالات لفترتي انتقال متتاليتين مع تغريمه مبلغ 455 ألف دولار أمريكي. ونفى برشلونة ارتكاب أي مخالفات وتم تعليق تطبيق العقوبة انتظارا للطعن الذي تقدم به النادي للفيفا في البداية، وهو ما كان يعني أن بيوسع النادي الكتالوني بيع وشراء اللاعبين في نهاية الموسم الماضي. تعود المنافسة لتشتعل يوم الخميس الأول في سنة 2015 في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بإجراء الجولة العشرين، ومعها يحتدم الصراع على المركز الأول بين كتيبة تشيلسي ومدربها البرتغالي جوزي مورينيو ومانشستر سيتي بقيادة مدربه مانويل بيليغريني، إذ لا يفرق بين الناديين سوى 3 نقاط، فيما تبدو المنافسة أشد وطأة على المركزين الثالث والرابع بصراع خماسي على مقاعد الشامبيونز ليج بفريق 5 نقاط فقط بين صاحب المركز الثالث مانشستر يونايتد وتوتنهام صاحب المركز السابع، ومنها أيضا فريق أرسنال الذي اعتبر اليوم مدربه أرسن فينجر أن فريقه قدم أداء إيجابيا خلال هذه السنة على وجه العموم. في دوري أبطال أوروبا خرجنا على أيدي البايرن لسوء الحظ، لكن عموما كان عاما إيجابيا. هذا الموسم سنرى أين سينتهي بنا الأمر، ولكني أظن أننا نبتعد بنقاط قليلة عما كنا نستطيع تحقيقه، وحان الوقت الآن لتعويض النقاط التي لم نحصل عليها من الآن وحتى نهاية الموسم. إلى تركيا، حيث فوت نادي ترابزونسبور فرصة الالتقاء إلى المركز الخامس بعد خسارته الثقيلة ب4 أهداف مقابل هدف واحد على يد ضيفه إكزهير سبور ضمن ختام الجولة 15 من منافسات الدوري المحلي لكرة القدم. وكان إكزهير سبور سباقا لافتتاح التسجيل عبر لاعبه روجيليو موري في الدقة 32، وانتظر الفريق الزائر حتى الدقيقة 73 ليضاعف النتيجة عبر اللاعب عمر سيمان نوغلو. ترابزون سبور سيتمكن من تقليص الفارق بعدها ب3 دقائق إلى 1 عبر رأسية لاعبه أوزير هورميتشي، لكن سرعان ما استعاد إكزهير سبور الهيمن على الأرض بتسجيل 2 إضافيين عبر كل من سيسمان نوغلو وأنديش كوليوز، ليبقى ترابزون سبور في المركز السادس في ترتيب الدوري. إلى منافسات الـ NBA، حيث تفوق بروكلين نيتس على ضيف ساكرامنتو كينجز ب107 نقاط مقابل 99، فعلى ملعب باركليز سنتر في مدينة نيويورك تألق في صفوف بروكلين كل من ماسون بلوملي الذي أحرز 22 نقطة وكذلك جو جونسون وغاري جاك اللذين أحرز 16 نقطة لكل منهما، هذا في الوقت الذي لم تنفع فيه النقاط 24 و13 تمريرة التي أحرزها ديماركوس كوزنس في تفادي ساكرامنتو لهزيمته 18 هذا الموسم. وبعد هذه النتيجة يحتل بروكلين المركز الثاني في مجموعة المحيط الأطلسي ب14 انتصارا مقابل 16 هزيمة، فيما يحتل ساكرامنتو المرتبة الرابعة في مجموعة الباسيفيك. We're going to have a jump ball.
كما كان الأمر في نشراتنا إلى يوم أمس، نختم بصور جديدة لمسابقات رياضية غريبة ومثيرة أجريت عبر أنحاء العالم. اخترنا لكم منها بعض لقطات. فرجة ممتعة وإلى اللقاء. We'll be right back.